واجب تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، ألا وهو حفظ الأسرار. من يخرق هذا القانون الأخلاقي أو يثبت عليه خيانة أمن المجالس العربية يطرد ويتعرض إلى النفور والنبذ بحسب باحثين في علم الاجتماع. يؤدي غالبا إفشاء السر إلى فتن وتناحرات عقيمة، بما يضر بالمصلحة العامة والخاصة للمسلمين. هذه الصفات الغير محمودة اشتملت أيضا على الثرثرة والوشاية، والتي قد تكون مفخخة بعض الأحيان، بما يفجر أزمات حقيقية أو يقود إلى أعمال تهديد وابتزاز متصل بفضح وإعلان سر ما. إفشاء السر هي من الصفات الغير حميدة عند العرب قبل أن يكون مسلم. فعند العرب قبل الإسلام كان من يفشون السر كان يعني غير مرحب به في المجالس وفي الأماكن العامة، وحتى أن جاء الإسلام هو حذرنا من هذا الشيء، لأن في كل الحياة هناك مسألة تعرف بالأمانة. فمثل ما أكو أمانة علمية، مثل ما أكو أمانة في حفظ الوظيفية طبعا، مثل ما أكو أمانة في الجلسات العادية، في الجلسات البسيطة كانت في التعاليل بين الأصدقاء. فيجب على الإنسان وخاصة المسلم أن يحافظ على السر. اللي يفشي السر أنا أعتبره أنه حقود أو غيور يحاول تسقيط أحد الأشخاص، ولكن هو بالعكس، هو عندما يفشي السر راح يصبح في نظر الآخرين وفي نظر من يفشي السر أمامه هو ضعيف، وهو ناقل المعلومة، وهو من يوصل المعلومة. اللي يصيب هو مو من يتكلم، هو اللي يصيبه من ينقل المعلومة، حاله حال السهم عندما ينطلق. السهم ما يقتل، ولكن الرمح هو اللي يقتل. فإفشاء السر يعني صفة غير محمودة. حتى في الأندلس كان يفشي السر، حتى إن كان من العرب والمسلمين كان لا يستلم مناصب حساسة في الدولة في الأندلس. نعم، وظيفيا ستكون المحاكم المختصة في انتظار من يفشي أسرارا بحكم المنصب أو المكانة التي يشغلها. فمثلا من يبيع أو يسرب أسرارا ومعلومات خاصة بالدولة متعلقة بالأمن القومي العام وغيرها، ستنطبق عليه إجراءات لتجريم فعلته كما يسري الحال مع صاحب مهنة إنسانية كالمحامي والطبيب، ومن يكون على تماس مباشر مع حالات بالغة الحساسية والسرية. كثير من موظفي دوائر الدولة، كثير من الناس يفشون أسرار دوائرهم، والاطلاع على وثائق سرية ما يمكن أن تعلن، وتسريب هذه إلى وسائل الإعلام أو تسريبها إلى أشخاص منتفعين منها، ما يؤدي إلى ضرر بالمال العام وضرر بسمعة الموظف المسؤول أو الرئيس الدائرة، وهذا من علامات النفاق. والمنافق في الدين الإسلامي يعني يكون منبوذ ويكون عليه علامات. نعم، القانون نص في حالة الوشاية أو الإدلاء بمعلومات سرية يحاسب عليها القانون. إذا نأخذها بالمسألة العامية أو العشائرية أو كذا، يعني كأصدقاء اثنين إحنا، وأقول لك سر مهم قد يعني أثر اجتماعيا وأنت روح تفشي، يعني هذا مسألة خارج الأخلاق وخارج الإطار الاجتماعي والعشائري وحتى القانوني. لأنه أنت ما هي الفائدة من إفشاء السر؟ يعني هل أنت تفشي السر لغرض يعني خلق مشكلة معينة أو فتنة بين عشيرتين أو عائلتين أو حتى في بين العائلة الوحدة؟ فمن المعيب جدا أنه أنت تؤمن على سر وتم تروح تفشي، ما يعني ما منها إلا الغاية سيئة في داخل كل إنسان، وهذا يعتبر إنسان منبوذ من المجتمع عشائريا وحتى اجتماعيا. أخبار كثيرة، إحنا علينا أن أولا ما نروج كل خبر يثير الفتن ويثير يعني الجدل ويثير القتال بين مجتمعنا وشعبنا وبين أبنائنا. فهذه منين تعلمناها؟ تعلمناها من أسرنا، أنه إحنا نأخذ الشيء الجميل والشيء القبيح والشيء يعني لازم يتحقق منا. هذا تعلمناه من القرآن، وتعلمناه من السنة النبوية، وتعلمناه من آبائنا ومن أجدادنا. هذه تربيتنا إحنا كعرب وكمسلمين. وجاءت صيانة السر في منظومة الآداب الإسلامية واحدة من أسمى الفضائل وخصلة ذهبية من أكرم الخصال، فنهى الدين عن زرع الخلاف وتعميقه بين الأفراد والجماعات، وحث على صون الأمانات.
إذن هي نواهي دينية وقانونية وأخلاقية لإفشاء وفضح الأسرار، منعا لإلحاق الضرر بالآخر أو إحداث فتن، حفظا لأمانة وعهد الإنسان حميد الخصال وبعيد عن خيانة المجالس. من صلاح الدين وليد الخزعلي، برنامج صباح كربلاء.